الفرد الذي له قلب كبير كلما يواجه من المشكلات وكلما يواجه من الأثقال. انتو اخذوا فرد حجر صغير ألقوه في حوض ماء، وإذا بهذا الحوض يتموج ويفيض ربما بحجر، ولكن ألقوا مئات الأطنان من الأحجار في البحر، البحر يحتوي كلها. القلب الكبير، ماكو واحد في هذه الدنيا ما عنده مشكلة، أكو واحد ما عنده مشكلة، أكو هنالك عالم ما عنده مشكلة، أكو تاجر ما عنده مشكلة، أكو رجل ما عنده مشكلة، أكو امرأة ما عندها مشكلة، كل عندهم مشاكل. ولكن القلب عندما يكون كبير كلما يواجه من مشكلات يحتوي هذه المشكلات. إذا نريد نمثل بمثال مادي، مثل البدن الضعيف والبدن القوي. الفرد اللي بدنه قوي، بعض الأفراد قالوا لي أن الطبيب قايل لنا أنت يجب أن لا ترفع كتاب، حتى كتاب من 100 صفحة ما يتمكن هذا البدن يرفعه، ما إلى طاقة. وأكو واحد يأتي ويحمل 100 كيلو بدون أي مشقة. مو الفرق أن هذا مدى يحمل ثقل، هذا اللي يحمل 100 كيلو دا يحمل ثقل، ولكن بدنه بدن مقتدر. القلب الكبير هالشكل، أي مشكلة يواجهها مهما كبرت هذا قلب أكبر من تلك المشكلة، فكأنه ماكو مشكلة. يعني عندما تلاحظون العظماء الذين قلوبهم كبيرة كأنه مشكلة ما عنده، وهو يعاني أمر المشاكل، هذا القلب الكبير.